نسمع عن قيام مواقع السوشيال ميديا بجمع المعلومات عن الناس، لكن خطر ببالك شي يوم إنه تشوف شو بيجمع عنك الفيسبوك؟ نحن اليوم هنخبرك كيف. الفيسبوك بيقوم بتتبعك وتسجيل كل نشاطاتك عنده من وقت تسجيلك فيه، وهي المعلومات اللي بيستخدمها طبعاً بالإعلانات وحسب اهتماماتك. والخطير هو الاعتقاد الكبير أنه كمان بيتم استخدامه لأغراض أمنية. الفيسبوك بيسمح لمستخدميه أنه يشوفوا جزء من المعلومات المخزنة عنهم بما يتعلق بمراسلاتهم ونشاطاتهم على الفيسبوك. لحتى نشوف هاي المعلومات بنروح على الإعدادات بالصفحة وبنضغط عليها، وبنلاحظ بالصفحة الأولى اللي بتفتح تحت عنوان إعدادات الصفحة العامة تحت مكتوب تنزيل نسخة من بياناتك على الفيسبوك. بنضغط عليها وهيك حيبعث لنا الفيسبوك ملف حجمه عادة بيكون أكثر من 3 جيجا بايت بحسب قديش نحن ناشطين على الفيسبوك. بالنسبة إلي كان حجم الملف 5.5 جيجا بس. المهم بهذا الملف رح تلاقي كل شيء مراسلات عملناها والصور والفيديوز والتسجيلات الصوتية من وقت اللي فتحنا الحساب لهلأ. يعني عدد مستخدمي الفيسبوك حالياً حوالي 2.2 مليار. نحسن نتخيل حجم الداتا الهائل اللي موجود عنده. هي طبعاً اللي سمح لنا الفيس بالاطلاع عليها. بالأشهر الأخيرة زاد الضغط على الفيسبوك من قبل الحكومات الغربية بسبب أساليبه بجمع المعلومات والتجسس على مليارات البشر. واللي زاد الطين بلة بالنسبة للفيس هو الكشف إنه مو بس بيجمع معلومات عن مستخدميه، كمان بيجمع عن الأشخاص اللي بعمرهم ما فاتوا على الموقع. وفعلاً رفعت قضايا على فيسبوك بأوروبا بتتعلق بحماية معلومات المواطنين ومطالبة الفيسبوك بالتوقف عن تتبعهم. طيب كيف بيحسن فيسبوك يجمع معلومات عن ناس مو مسجلين فيه ولا حتى فاتوا على الموقع بحياتهم؟ بحسب صحيفة الديلي ميل، فالفيس بيتعامل على الأقل مع 10,000 موقع على الإنترنت، ويمتلك بهي المواقع ما يسمى البيكسلز واللي هي برمجيات للتعقب. يعني الفيسبوك بيوصلوا عنك شو نظام التشغيل اللي بتستخدمه ووين انت موجود وشو هي المواقع اللي بتفوت عليها اكثر وعن شو بتعمل بحث عادة. هلأ فيسبوك واجه هالاتهامات بانه المستخدمين وافقوا على هالشي من لما سجلوا اول مرة فيه، وانه لا يجمع هي المعلومات فقط لاغراض الدعاية والمحتوى بحيث تتوافق مع اهتمامات المستخدم. وقال فيسبوك أنه رح ينشر مبادئ حماية الخصوصية مدعومة بفيديوهات تعليمية للمستخدمين لحماية معلوماتهم، ورح توضح هاي الفيديوهات كيف بنحسن نحمي بياناتنا وكيف نمنع الغير من الاطلاع عليها. وكمان رح يوضح شو هي البيانات يلي بتسمح للفيس باستخدامها للدعايات. هلأ أعلن فيسبوك عن هالشي إجا استباقاً لقرار الاتحاد الأوروبي بتطبيق قانون حماية البيانات اللي رح يبلش تطبيقه ب 25 أيار الجاري. وأخيراً النصيحة بتقول إنه نكون حذرين دوماً مع مواقع الإنترنت بشكل عام، مو بس بالفيسبوك أو تويتر، وإنه ما نصرح بمعلومات عنا إلا للضرورة، لأنه ما بنعرف بإيد مين رح توقع هاي المعلومات.